يبدو أن نتيجة المباحثات التي تمت بين وفد قوى 14 من آذار ورئيس مجلس النواب نبيه بري أفضت إلى أجواء إيجابية في سبيل تأمين استمرار عمل لجنة التواصل التي تهدف إلى مناقشة قانون انتخاب جديد. فما هي خلاصة هذه اللقاءات؟ الخلاصة هي الاقتراح الذي يقضي بانعقاد اللجنة الفرعية للانتخابات المتفرعة من اللجان النيابية على شكل خلوة في مكان محدد، سيكون فندق على الأرجح محصن من قبل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، يستطيع فيه النواب أن يواصلوا المباحثات التي انقطعت بعد اغتيال اللواء الشهيد حسام الحسن. سنعقد اجتماعا لرؤساء اللجان من 14 أذار وأعضاء هيئة مكتب المجلس المنتمين إلى 14 أذار، ونخرج من هذا الاجتماع باقتراح محدد يتضمن اللمسات الأخيرة لمشروع الرئيس بري ونعرضه عليه، وثم من ثم في نظري أنه بعد رأس السنة مباشرة تنطلق أعمال هذه اللجنة. ووسط هذه الصورة يشير حمادي إلى محاولات بعض الأطراف من قوى 8 من آذار لتعطيل الانتخابات النيابية المقبلة والإبقاء على الحكومة الحالية. في ناس ما بدها انتخابات، معروف القصة، مبسوطة أنه حكومة مستمرة تبقى على ما هي عليه من فقدان توازن كلي ومن يعني العبث النهائي باقتصاديات البلد وبأمنه. وفي ناس هيدي خطتها، في ناس بدها قانون انتخاب، بدها حكومة حيادية إنقاذية، بدها انتخابات تحسم الأمور في اتجاه معين، علما أنه ما حدا رح يروح على الحرب الأهلية، رحين على انتخابات. الكلمة هي للصندوق وللورقة وليست للبندقية. هكذا قوى 14 من آذار تسعى لدرس صيغ تعديل قانون الانتخاب وصولا إلى إجراء الانتخابات في مواعيدها. غير أن السؤال، ماذا عن النوايا الحقيقية للطرف الآخر في لجنة التواصل التي قد تنعقد وقد لا تنعقد؟ وهل يحمل العام الجديد معه نتائج إيجابية؟